رسائل دولة رئيس تمام. الوزراء النهارده في مجلس النواب، رسائل مهمة للدكتور مصطفى مدبولي النهارده. هو الحقيقه ان يعني الدكتور مصطفى مدبول الحقيقه يعني ربنا يديله الصحه والعافيه، الحقيقه بيبذل مجهود رهيب، وقاعد النهارده الخطى اللي بيتكلم عليها النهارده في ترتيب كل المساعدات. وطبعا التحالف الوطني قاعد برضه بيعمل يعني جميع انواع المساعدات، في حاجات اللي هي الحكوميه اللي بيقوم بيها سياده رئيس الوزراء، وطبعا دي كلها بتعليمات سياده الرئيس وبيتابعها ويبشرها على فيس. كل القصه دي كلها النهارده رايحه عشان نقف في ظهر الشعب الفلسطيني، وبنتكلم على ثوابته، لانه هو كلنا حريصين ان القضيه ما تتصفاش، لانه تصفيه خروج الشعب الفلسطيني او طرده من مكانه هو معناه تصفيه القضيه الفلسطينيه، وده اللي هم عايزينه. فالنهارده احنا بنحيي الشعب الفلسطيني الصامد، الراجل اللي وكلهم بمنتهى الشهامه ومنتهى الاولى واقفين هناك ومعرضين للموت، لكن بيقولوا ارضنا احنا كمان، احنا بظهركم وهنساعدهم بكل ما اوتينا. واعتقد سياده الرئيس ومعالي رئيس الوزراء بيتكلم عن كل امكانياتنا، كل امكانياتنا احنا للشعب الفلسطيني، واديك شايف اهو يعني الزيارات اللي بتحصل هناك، واديك شايف التعاملات اللي بتحصل والمبادرات المصريه سواء كانت من الاهالي او من الحكومه. نعم. او المستشفى اللي راحت هناك والاستشارات اللي حصلت هناك، كل ده. وطبعا في حاجات كتير جدا بتحصل ما بيقولوش عنها، لان احنا بنحس ان احنا وشعب فلسطيني يعني شعب واحد واخوه. لكن احنا يهمنا النهارده بقى عاوزين نستغل الفرصه النهارده. القضيه سخنه جدا، وسخونه القضيه دي عاوزين نوصلها للعالم لوجود حل بقى. عاوزين بقى نقعد بقى عشان يا عالم لازم تقعدوا عشان نشوف حلول. بعد اللي حصل ده كله، هل هم اصحاب القرار ان هم حتى يفصلوا لنا ايه اللي هيحصل بعد الحرب، ولا المفروض احنا عندنا سيناريو بنوضبه؟ احنا بقى احنا كعرب. نعم. المفروض السيناريو ده احنا اللي نعمله، مش هو اللي يملوه علينا هم. نعم. لا، احنا بنقول لهم احنا عايزين وعايزين، وتبقى دي يعني الخطه المستقبليه للكيان الفلسطيني اللي بيلم شعبه كله في حته واحده، وزاره واحده. نعم. ده نقطة محورية لازم يكون جاهزين لها، مش معقولة هم اللي هيفكروا كل يوم يطلعوا. نعم. مرة دولية ومرة هم اسرائيل اللي هتحكمها ومرة مش عارف. لا، المفروض اصحاب القرار هم الفلسطينيين. نعم. واحنا بنؤازر قرار الفلسطيني الفلسطيني. نعم. مش قرار اسرائيل على فلسطين. لا، عاوزين نتكلم الفترة اللي جاية برضو على الامكانيات اللي موجودة كلها، ونفهم الناس ان حتى البلاد العربية اللي بتجري النهارده في مشوار التطبيع مش هتطبع، وشعوبها مش هتفضل ترضى للتطبيع طول ما في ذبح وفي قتل وفي في 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 حرب. لازم يعرفوا ان التطبيع ده عاوز سلام. التطبيع هيتبني على سلام موجود، والسلام مش هيحصل الا بالانسحاب الكامل للارض وانهاء القضيه الفلسطينيه. نعم. بحل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه، والا الشعوب العربيه او الدول العربيه مش هتقدر تطبع، لان الشعوب مش هتقدر. في غضب في الشارع كله، الغضب العارم اللي موجود، والعالم كمان، شوارع العالم كمان. بالظبط. يعني انا شايف انه الامور النهارده ممكن قوي تستغل استغلال كويس. والكلمه بتاعت يعني وانا في امريكا في الحقيقه حسيت بقد ايه موقف مصر محترم. محترم بمعنى الكلمه. وطبعا في اكاذيب بتنشر، وفي حاجات بتستخبى، وفي ناس عاوزين يقولوا ارقام عشان يعني ايه يدغدغوا مشاعر الراي العام هناك، لما يقول لك الاطفال قتلوهم الفلسطينيه وبتاع، وهي القصه هي العكس. ويقولوا ارقام مبالغ فيها انه ماتوا مش حقيقيه، عشان برضو يحسوا ان هم بيتكلموا على اطفال اسرائيل ولكن بيتقتلوا اطفال فلسطين. وطبعا ده كانت كذب، كلها كانت كذب، وهم عرفوا انها كانت كذب. داخلين على 6000 شهيد من اطفال فلسطين حاليا في غزه. ما دي حقيقه. ما هو الحقيقه بقى ده احنا بنقوله بقى هناك، كل لما تقول الحقيقه الناس بتتعاطف. لما تقول له ده بات 6000 طفل، وشوفوا الاطفال اللي هي ما يعني لسه موجودين. نعم. وشوفوا قد ايه منظرها كده في البرد، لا طبعا حاجه مؤسفه جدا. وهم الحقيقه يعني بيحسوا انه يعني ده خلل كبير لازم الوصول لحل سريع. طبعا اسرائيل بتعاند بقى، مش هيعمل حاجه، وقاعده شغاله زي ما عايزه تعمله
لكن ده هيكون له نهايه. ويعني اعتقد انه موقف مصر الحقيقه انا كنت سعيد بيه جدا، انه حسوا انه في دوله ماسكه يعني توازن الامور بقوه وفاعله في المنطقه باحترام، وبتقول كلمه حق للحدود والوضع الراهن، وفي تخطيط عالمي كبير جدا ده بنستغله بقى النهارده. وخلي بالك هي مصر اكبر دوله قدمت مساعدات، واكبر دوله تحركت للقضيه الفلسطينيه عبر التاريخ، وتحركت الفتره الاخيره دي تحرك جامد جدا. صحيح. يعني سواء سياده الرئيس او وزير الخارجيه او البرلمان، ما احنا في البرلمان عملنا سياده اجتماع واتكلمنا بمنتهى العنف على الموضوع ده. لان البرلمان سائر جدا برضه وغضبان. البرلمان عندنا احنا سائر، وسياده الرئيس